السلام عليكم أصدقائي، شلونكم؟ إن شاء الله يا رب كلكم زينين. هاليوم راح نسوي كبة التمن، كبة الحامض، هذه اللي تشوفوها أمامكم، كبة الرز. تعالوا وياي حتى تشوفون المواد المطلوبة وطريقة العمل. وصفتنا لهذا اليوم هي كبة التمن. هذا التمن كوبين تمن نقعتهم بالماي وصفيته من الماي. احتاج للكوبين التمن، عندي هنا نص كيلو لحم مثروم، عندي بصلة واحدة خليتها بس دا يعني اذوب البصل على النار شوية اقلي، اضيف له شوية ملح واقلي على النار. راح احضر اول شيء القيمة اللي اريدها، بعدين راح اطحن الرز ويا اللحم. كوبين الرز يحتاج كوبين لحم مثروم حتى تنجح انت الكبة. فهسه بس راح انتظر على هذا البصل ينضج. بعد ما انتهيت من البصل راح ارفعه من النار واضيف له اللحم. اخلط البصل كله ويا اللحم اللي عندي، اضيف له السبع بهار، تقريبا نصف ملعقة طعام سبع بهارات، عندي فلفل اسود نصف ملعقة طعام، واخلطهم كلهم مع بعض، شوية من الملح همين لانه بالبداية خليت كلش قليل ملح، واخلطهم كلهم. بعد ما انتهيت من تحضير القيمة للكبة وعندي هنا الرز، راح اطحن اول شيء الرز واحدة. اذا انت تستعملين ست البيت اطحني الرز اول شيء وبعدين ضيفي له اللحم بعد ما ينطحن. واذا عندك ماكينة مع اللحم المفضل تخلطين اللحم المثروم مع الرز وبعدين تخليه بالماكينة حتى لا تنكسر. فانا عندي ست البيت، راح اخلي الرز اول شيء اطحنه، اخلي نص الكمية حوالي يعني كوب، هاي نص الكمية خليت، راح اطحنها وارجع لكم. هالشكل كل الرز طحنته صار بهذا الشكل. هسه راح اضيف له اللحم المثروم اللي عندي، اضيف له شوية ملح واخلطهم كلهم سوية، وارجعها اطحنهم بالماكينة مرة لاخ، يعني اطحن هذا الرز المطحون مع اللحم حتى يعني افضل شكل. راح ارجع اطحنهم مرة لاخ، احط شوية شوية بالمكنة، نص الكمية احطها بالمكنة وارجع اطحنها. هذه الكبة الرز تنفع لليخني ولل يعني كبة حامضها ما تصير. ارجع اخلطهم بالمكنة مرة ثانية. هكذا انتهيت من العجن الطحين يعني الرز مع اللحم، خليته يعني بالمكنة الى ان ما تكتل، صار كله كتلة واحدة. هسه راح اضيفها على العجين الاولاني اللي طحنته اول شيء واخلطهم مع بعض وابدي اكتل الكبة، بس اخلطهم. هكذا صارت عندي العجينة جاهزة، هسه راح ابدي اكتلها. هاي بعد ما انتهيت من تحضير العجين الكبة، الكبة الرز هذا اللي تشوفوه، وعندي اللحم ايضا جاهز، جهزته، شفتوا الطريقة شلون. هسه راح ابدي اخذ كرات صغار مو كبار، يعني شوية بحجم الجوز، اخليها هذا الحجم كلش مناسب هالشكل، لا كبيرة، حجم صغير. افتحها واخلي احشيها باللحم واصفها بالصينية هالشكل. هالشكل واغلقها.
هذه كبة الرز كبة حامض واليخني تصير، أغلقها أضغط عليها هالشكل أطلع الهواء منها. هالشكل صارت جاهزة، خليها بن صينية. طبعا عندي نايلون عن صينية خالة ونايلون بين الطبقات أيضا. تنغلق هالشكل، نغلقها كلها، أقلبها، أخلي ماي شوية بإيدي، أضغط عليها وأفتحها بهاي الطريقة. هكذا كلش مناسب هذا الحجم، واستمر بها إلى أن ما أنتهي منها كلها، وأخلي بيناتها طبقات النايلون وأضمها بالفريزر. حبايبي، هو هذا شكلي النهائي والأخير للكبة التمن أو الرز اللي سويته هذا اليوم. طبعا زادت قيمة عندي، خليتها بكيس نايلون هالشكل، هاي القيمة من اللي كنت مسويتها للحشوة، خليتها بكيس نايلون وخليها بالفريزر وقت ما احتاج اسوي كبة نفس يعني النهار، بس اسوي العجينة الكبة وعندي القيمة موجودة حاضرة، اطلعها اذوبها واسويها. فهي هذه وصفتي لهذا اليوم، والف عافية، واترككم بامان الله فيديو اخر، وشكرا جزيلا للمشاهدة.